وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من موقف كركر الدولي في محافظة أسوان مراسل إكسترا نيوز كريم رجب. كريم، بعد التحية، آخر ما لديك من موقف كركر الدولي؟ نعم كريم، يعني حركة التوافد من جانب الأسر السودانية لا تتوقف حتى هذه اللحظة. خلال ال 12 ساعة الأخيرة بلغ عدد الحافلات التي وصلت إلى موقف كركر الدولي إلى ما يقرب من 35 حافلة. تقل الأسر السودانية وعلى متنها أعداد كبيرة أيضا من الأطفال. منذ قليل أيضا شاهدت هذه المساحة التي أقف فيها الآن وهي التابعة لنادي الأسرة، وتلك المساحة المخصصة للدعم النفسي للأطفال السودانيين وكذلك الأسر السودانية، وشهدت زيارة مهمة لنائب المدير الإقليمي لمكتب اليونيسيف، وأغرينا معه لقاء منذ قليل. وقال في هذا اللقاء أن هذه الزيارة تعد زيارة مهمة، وهي للوقوف على آخر ما يقدم من دعم للأطفال والأسر السودانية خصوصا في مجال الصحي والدعم النفسي. وقال أنه التقى بعدد من الأسر السودانية وأجرى معهم يعني بعض الأحاديث، وكان هناك احتياجات لدى هذه الأسر أبرزها الاحتياجات من الأدوية وغير ذلك من هذه الأمور، خصوصا في ظل نقص الأدوية والتي يعاني منه الكثيرون في الأراضي السودانية والفارون أيضا من الجحيم الأوضاع هناك. ولذلك هم يقومون الآن بصدد توفير هذه المستلزمات وهذه الإعانات حتى تقدم للجهات المختصة هنا في الدولة المصرية، ومن ثم تقدم للأشقاء السودانيين. وقال أيضا إن هناك حجم تعاون كبير مع مصر في مجال الدعم الإنساني للأسر التي وافد بشكل يومي على الأراضي المصرية، بالإضافة أيضا إلى الإشادة بما تقدمه مصر من جهود مختلفة هنا، سواء من منظمات أو مؤسسات رسمية كوزارة الصحة التي تنتشر لها عيادات متنقلة، وكذلك أيضا منظمات المجتمع المدني ولا سيما الهلال الأحمر. أيضا منذ قليل كريم كان هناك بيان مهم لجمعية الهلال الأحمر المصري، وهذا البيان الذي أعلن فيه الهلال المصري إلى تقديم ما يقرب من 346 وجبة وحقائب نظافة للأسر القادمة من السودان حتى هذه اللحظة خلال 6 أسابيع، فضلا عن ازدياد عدد حالات الدعم النفسي لتصل إلى حوالي 4700 حالة، فضلا عن الحالات الصحية التي قدمت لها الخدمات الطبية المختلفة وهي بلغت أكثر من 11000 حالة، فضلا أيضا عن 388 مكالمة تليفونية محلية ودولية للم الشمل والاطمئنان الأسر التي تتوافد بشكل يومي على معبري قسطل وأرقين مع ذويهم في الأراضي السودانية. وهذا أيضا يبرز حجم الدعم الذي يقدم سواء من المؤسسات الحكومية وكذلك أيضا منظمات المجتمع المدني، وجميع هذه المؤسسات تواجدت في هذه النقاط الحيوية الثلاث، معبري قسطل وأرقين البريين بجانب موقف كركر الذي أتواجد فيه الآن والذي يقدم فيه خدمات كبيرة للوافدين من الأسر السودانية لحظة بعد أخرى. إليك كريم. نعم، شكرا لك مراسل إكسترا نيوز كريم رجب من موقف كركر الدولي في محافظة أسوان.